أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألقي على ذاكرتكم هذا الفن الجميل، وهو ثلاث الأبعاد. وثلاث الأبعاد نوع من أنواعه، وهي الزخرفة، ترسم مربع وترسم أضلاع، كون لعد الأضلاع مال تكون مساوية. رسمه من كل ضلع تجر خط، وكل خط متساوي كون، وهذا نيت الأضلاع. واضح؟ جر الخط هجي ومن جر الخط هجي، واضح؟ سووا اكس بالنوب، سووا هجي شوية معكوسة، راح اسوي حركة، هاي الحركة كيفكم تسووها ما تسووها، بس انا انصحكم سووها لان جميلة كدش. واضح؟ هاي الزخرفة الجميلة، وهاي زخرفة من الزخرفات. وإذا ما تريد تسوي نفسي، راح أراويك زخرفة غيرها إذا ما تريد تسوي نفس هاي. سوي فقط مربع مربع أرسم خط كذي، هل هنا بالنص المثلث،
هاي الزخرفة. وإذا ما عجبتكم هاي سووا نفسها بس على شكل هاي. عن خطوط هاي ما تخربطت شوية. سووا نفس هاي بس كون هاي هيجي 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 ما واصلة لهنا يعني هيجي. وهاي تجيبها من هيجي هاي هيجي هيجي هاي سبعة. سوي منا سبعة منا سبعة منا سبعة وهاي منا كون يعني تحط خط منا تحط خط منا وتلونهن يطلع ثلاثة الأبعاد. والسلام عليكم ورحمة